مساء الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم موديلات رائعه للقفطان الجزائري، الموديلات شابه بزاف من لابوتيك ايهاب في مدينه تيارت. ان شاء الله يا ربي يعجبوكم. اذا نبدا لكم بالموديل الاول، نبدا على بركه الله. بسم الله حبيباتي، كما راكم تشوفوا هذا الموديل شباب بزاف، تيشو قطيفه رشمات بالطرز الميكرو ولا مونش تول، يعني موديل شباب بزاف، فورم بواسون، يعني موديل سواري. ان شاء الله يعجبوكم. وهذا الدوزيام موديل بقطيفه كذلك بالفتله، هذا الترويزيام موديل، موديلات شباب بزاف ان شاء الله يعجبوكم. اذا اللي حابه تشري كيما هذا الموديل حبيباتي، التوصيل مجاني لكامل ولايه الوطن. لابوتيك في مدينه تيارت، بوتيك ايهاب، تقدروا تتصلوا بهم عن طريق الانستغرام ولا فيسبوك، يعني حاجه سهله، ما عليكم غير تخيروا الموديل في الصوره. هذه موديلات تاع هذا العام، هذا موديل شباب بزاف، ملاح بزاف للعرايس. قفطان جزائري عصري 2020، اذا المشاهدين الكرام نتمنى يعجبكم فيديو تاع اليوم، وكذلك نتمنى ما تبخلونيش بلي جام اي لي كومونتير، هذا يشجعنا بزاف باش نواصلوا في العمل ونشر المزيد ان شاء الله. وهذا الموديل في الدوغي، موديل للعرايس شباب بزاف، موديل دو كلاس، وهذا باللون الازرق، موديل سامبل وشباب. اذا حبيباتي نتمنى فيديو تاع اليوم نال اعجابكم، اذا نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عن قريب، والى اللقاء.